نهاية الثانوية العامة الكل الأنظار تتجه نحو التنسيق والرغبات والكليات، كليات قمة ولا كليات عادية، مع أنه احنا المصطلح ده مختلف عليه بشكل كبير جدا، لكن بشكل عام مستقبل الطلبة بيبدأ من النقطة دي، يخشوا أنهي جامعة، يدرسوا إيه، ده بيحدد حياتهم المهنية، الكارير اللي هياخدوه بعد كده في الشغل، في مرحلة مهمة جدا لكل بيت مصري. نتوخى الحرص في إيه بالظبط، وإيه الأخطاء الشائعة، وإيه التوقعات للتنسيق السنة دي، كل ده هنطرحه ونتكلم فيه ونناقشه مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. منورنا كالمعتاد. أشكرك يا أستاذ هبة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. على شاشة المحور. أهلا بيك. تعال نبدأ بالتنسيق. أولا توقعاتك إيه للتنسيق السنة دي؟ شوف حضرتك، عشان يكون التوقع دقيق يبقى هي مرتبطة بنسبة النجاح في الثانوية العامة وما يسمى بالجدول التكراري لنتيجة الثانوية العامة. يعني إيه جدول التكراري؟ كان من حوالي 5 6 7 سنين نتيجة الثانوية العامة مثل الهرم المقلوب، الشريحة اللي حصل على أعلى المجاميع هي الشريحة الكبيرة، وبالتالي بتقل كلما اتجهنا إلى أسفل الهرم. دي كانت نتيجته إيه؟ إن مثلا الطالب ما يكون جايب 98.5% ولا يستطيع أن يدخل كلية، مش لاقي عيني كلية خشها. أقول له إيه ده؟ أقول له أنت فاشل، أنت ما ذاكرتش، أنت ما جمعتش مجموع كافي وأخلاقه. فكانت عاملة نوع من الإرباك للأسرة المصرية وللطالب بتاع الثانوية العامة، وأيضا بتعطي انطباع كاذب للطالب ولي الامر ان انا جايب مجموع بقى ما فيش بعد كده، وكان يجب ان انا اخش الكليه اللي انا عايزها. وانت لما تبقى جايب 98.5 يعني اللي نقصك هو درجه مئويه ونص، ازاي ده تبقى مش لاقي حاجه تخشها؟ لكن دلوقتي اما تغير شكل الامتحانات في السنوات القليله الماضيه بنظام الاختيار المتعدد ويبقى عندي 40 و50 سؤال في الماده الواحده، بدا الهرم اللي كان مقلوب ده يتعدل شوية، ويبقى نتيجة الثانوية العامة المجاميع الفلكية اللي احنا كنا بنشوفها دي اختفت. فأصبح اللي بيزيد عن 95% قد لا يزيد عن 0.5% من طلاب الثانوية العامة أو 1%. ده نتج عنه إيه؟ إن الحد الأدنى للقبول فيما انخفض، يطلق عليه كليات القمة بدأ ينزل بشكل كبير. السنة اللي فاتت كان قطاع الطبي مثلا حوالي 91.5%. فبناء على نتيجة الثانوية العامة نقدر ايه نقول ايه التوقع؟ والله لو جاء المجاميع عالية والشريحة اللي حصل على مجاميع عالية كبيرة، ان ده تدي مؤشر ان الحد الادنى للقبول فيما يطلق عليه كليات القمة زي المجموعة الطبية أو مجموعة كليات الهندسة بترتفع. أما لو كانت في المعدل الطبيعي يبقى تبقى زي السنة اللي فاتت. ده معيار أو مؤشر. المؤشر الثاني، طب أنا هاخد منهم كام في الطب والهندسة والصيدلة؟ ده قرار المجلس الأعلى للجامعات. فإذا كان عدد الناجحين مثلا في الثانوية العامة شريحة من 90 لحد 95 بالنسبة لقسم علم علوم قد يكون 40,000، طب أنا هاخد منهم في قطاع الطب حوالي قطاع الكليات الطبية كلها 12,000، فيبدأ أشوف أعلى مجموع فالأقل، فيبدأ الحد الأدنى يبقى مثلا 92,000 أو 93,000. ما بالك بقى لو أنا قررت بسبب العجز اللي موجود حاليا في الأطباء على المستوى القومي وتقابلها الزيادة في الصيادلة، والذي يصل إلى حوالي 10,000 طبيب حاليا، لو أنا قررت زيادة عدد المقبولين في قطاع الكليات الطبية يبقى الحد الأدنى برضو هينزل، يبقى ينزل الحد الأدنى. يبقى هي مرتبطة بحاجتين، نسبة النجاح في كل شريحة، نمرة 2 العدد اللي أنا هاخده في الكليات المختلفة. المعيار الثالث تعدد الكليات الجديدة اللي ظهرت، وأقصد هنا بالتحديد هي ما يسمى بالجامعات الأهلية اللي ظهرت من رحم الجامعات الحكومية ومعظمها فيها كليات طب، ودي عدد الجامعات الأهلية 12 كلية اللي خرجت من رحم الجامعات الحكومية.
بيضاف لهم 4 جامعات دولية اللي هي الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة، ودي اللي بدأت قبل الجامعات الأهلية إذا جاز التعبير الحكومية. يبقى إذن عندنا أصبح 16 جامعة جديدة بدأت تاخد جزء من الأعداد اللي كانت بتروح للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أن الجامعات الخاصة معظمها بيركز على الكليات العملية، جزء منها الطب البشري بس مش كتير لأنها مكلفة جدا وبتحتاج إلى أن أنا أعمل لها مستشفى وخلافه، لكن معظمها بيبدأ يركز على طب أسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي وهكذا، فبيبقى بياخد جزء برضو من الطلبة اللي بيروحوا بدل ما تمكنش أن هو يروح الجامعة الحكومية بيتجه إلى الجامعة الخاصة. لكن في معيار جديد دلوقتي بدأ يظهر وفيها يحدث نوع من تغيير الثقافة المجتمعية إذا جاز التعبير، خاصة بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في الجزئية دي، وهي التزاحم على الكلية أو الهروب نقول إلى الكليات النظرية، وأصبح الأعداد فيها مكدسة بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي الخريجين بتوعها في المجتمع كتار، نسبة البطالة عالية. اللي يصدم الجميع يا أستاذة هبة إن إجمالي الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية بعد ما هو ما تمكنش يخش في قطاع كليات الطب والصيدلة وخلافه وصل دلوقتي بناء على الإحصاء الرسمي لوزارة التعليم العالي 72.5% من مجمل طلاب الثانوية العامة. 72.5% من كل طلبة الثانوية العامة. تقولي لي هل نسبة مرتفعة جدا؟ مرتفعة جدا. تقولي هل هو دول كلهم أدبي؟ أقول لك لا، هو مش أدبي. البعض فاهم إن لمن يلتحق بالكليات النظرية هم بتوع الأدبي بس، إنما لا، مثلا كلية التجارة بتاخد الأدبي وعلم علوم وعلم رياضة، الحقوق نفس النظام، الأدب والأداب والأداب. فإذا إذا ما تمكنش يخش في كلية من الكليات العملية يستسهل على طول يبقى يتجه إلى الكلية النظرية، مع إن هو قد تكون ميوله ليست أدبية، ليست ناحية الكليات النظرية، بدليل إن هو في الثانوية العامة لما جه يتفرع بعد اختار هو علم علم رياضة. طب انت ما كان من الاول لو انت بيقول لك بعد مجموعي ما جابش بالضبط. فهنا بدأت الثقافة المجتمعية تبدأ تتغير في ايه بقى. انا عندي دلوقتي تنوع في الجامعات وكثرة عدد جامعات ما بين جامعات حكومية او بتاخد الاعداد بتاعتها مكدسة شوية، عندي جامعات خاصة، عندي جامعات اهلية عددها إجماليها حوالي 20 جامعة أهلية، وعندي جامعات تكنولوجية، وعندي فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها منهم من الفروع دي جامعتين كفروع دولية بدأوا يكونوا في القاهرة، زائد عندي 195 معهد عالي خاص بتدي بكالوريوس مناظر ومعادل لما يناظره في الجامعات المصرية. يعني مثلا لو أنا فشلت أن أنا أخش كلية الهندسة في جامعة حكومية أو خاصة أو أهلية، ممكن أروح معهد عالي هندسي وأخذ بكالوريوس معترف بيه وشهادته ومعادل تمام. فالتنوع هنا بس عايزة نوع من تغيير الثقافة المجتمعية أكتر، ونبدأ حسن التوجيه من سنة أولى ثانوي. من سنة أنا وقت ما كنت في الثانوية العامة أستاذة هبة كان المدرسة اللي أنا فيها تلت الطلبة أدبي وتلتين الفصول بتاعت المدرسة علم علوم وعلم رياض. الآية اتقلبت دلوقتي بسبب المجاميع الفلكية اللي كان بتتطلب من الطالب أن يحصل عليها عشان يخش الكليات العملية. طيب يبقى بالنظر لكل يعني حضرتك فصلت في كذا نقطة وشرحنا كذا معيار، لو حاولنا برضو نقرأ بعض المؤشرات بالنسبة للفترة اللي جاية هنلاقي ان احنا مثلا ارتفاع نسبة القبول في الطب، ده واحد من الحاجات توافقني الرأي ده على قرار المجلس الأعلى للجامعة. اصل برضو هنا القرار مش سهل. ليه؟ لان دي كلية تطبيقية. انا لو زودت عن نسبة معينة قد اؤثر على العملية التعليمية طبعا، ان انا هاخده لابد اروح به في المستشفى، لابد ادربه، لابد كذا،
كليات طب وهيكون الأسنان مسؤول عن أرواح ناس. بالضبط. فإذا هي الزيادة مش مجرد أن أنا أزود العدد في المطلق زي ما بعمل في التجارة والحقوق والأداء. زائد في معيار هيحصل وأقوله لحضرتك دلوقتي وهيحصل بعد أسبوعين أو ثلاثة من الآن. معيار هيحصل وهي ده توجه دولة، توجه مجلس أعلى الجامعات، إن لأول مرة هذا العام سيتم تخفيض عدد المقبولين في الكليات النظرية بنسبة 25% على الأقل. طب سؤال بقى، دول هيروحوا فين إذا هم مجموعهم ما جابش الكليات العلمية اللي كانوا يريدوا الالتحاق بيها من الأساس؟ يبدأ يتجه بقى للجامعات الأهلية ببرامجها المختلفة. احنا اتفقنا هنا اللي في الكليات النظرية مش كله أدبي. صح. يعني أنا هخفض من طلبة الأدبي ومن العلم علوم والعلم رياضة، فيبدأ يتجه إلى الجامعات الأهلية ذكاء اصطناعي بقى، كمبيوتر ببرامجها المختلفة كله. وكل ما يخص الكمبيوتر والحاسبات والبرمجة وإعداد البيانات وكلام. وده اللي سوق العمل وده أصلا عايزه. المستقبل كله رايح بس هي ده. ما كانش فيه نوع من التوجيه الجيد للطلاب في سنة أولى ثانوي انك انت في كليات يا ابني، في كليات دلوقتي اصبحت متعدده، في برامج كثيره. الطلبه خايفه تقول لك افرض ده ما هطلع اشتغل ايه؟ طيب هل له مستقبل ولا لا؟ برضو الاهالي بيلعبوا دور، يقول لك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بس في سوق العمل دلوقتي، مش سوق العمل المحلي بس، العالمي وكله. صح. والعربي يحتاج الى كل هذه وفرض الامور فرضت نفسها على ارض الواقع. كل التخصصات التطبيقية يكاد يكون أصبح فيها عجز بشكل كبير جدا. ليه؟ بسبب كان الأول بيتجهوا أكتر للكليات النظرية. إما إذا أتخرج أنا من كلية الأداب مثلا من قسم تاريخ، لو أنا ما تعينتش في نفس، طب هروح فين؟ لو في قسم اجتماع، طب لو قسم جغرافيا، لو يعني وهكذا. لكن يعني الكمبيوتر بقى شوف عندك ناس تشتغل من البيت، بالزبط. بتقبض بالدولار، تشتغل مع شركات في كل حتة في العالم. لو في برامج خاصة بتتعامل مع المحمول، تخيل حضرتك اما المحمول ده والتعامل معه، انا عندي كام مليون حد بيستخدم مستخدم ومشاكل واصلاح واستبدال وبرمجة وخلاف من ده. والذكاء الاصطناعي اللي دخل علينا بشكل سريع، بشكل سريع جدا، مخيف. ما بالظبط ده على مستوى العالم كله. اذا الواقع التطبيقي والتكنولوجي هو اللي بدا يفرض نفسه علينا دلوقتي على مستوى العالم كله، وبالتالي لابد ان احنا نغير ونواكبه على مستوى التعليم والبرامج اللي موجوده في هذه الكليات، وخاصه في الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه.